صار عندنا فيديو تصور ولا الحمد لله صار عندنا مشكله بس اخر شيء ان شاء الله نقدر نصلحها ونكمل ان شاء الله. اي اكيد يوم صعب صارت عندنا مشاكل كثيره منها انكسر الجير والحمد لله اهم شيء تاخرنا رجعنا مركز تقريبا 14 وعوضنا والحين ان شاء الله اتوقع مركز كويس ولسه قدامنا بكره وبنعوض ان شاء الله. اليوم الاول والله استاذي بدينا من الصبح طبعا في خطا صار في المرحله الاولى والجماعه اللي سووا ستارت طبعا صارت عندهم الافضليه في المراحل الثانيه. المرحله الثانيه انا عندي صارت مشكله في الانتركوم وتاخرت 14 ثانيه. المرحله الثالثه اخذت وتصدرت. المرحله الرابعه من مشكله الانتركوم عندي وللحين ما في انتركوم بتاتا فحطينا سياسه لبكره ان ما نبغى نخلص اليوم الاول متصدرين نبغى نخلص الثاني لاجل نمشي بكره على خط اللي في المركز الاول. وحين بيننا وبين المركز الاول ثلاث ثواني دام المرحله هاي موجوده اللي هي سواقه مش سرعات فمقدور عليها. نحن الحين بنشرين من نص المرحله ومجرد سابقنا ثانيه واحده فنتمنى ان شاء الله السلامه للجميع. والرالي تنظيم السنه وايد احسن من السنه اللي فاتت وان شاء الله بكره نقدر نعمل احنا والاخوان ان نوصل بسلام. اول حين على الترتيب كنت اراد اول مرحلتين كنت الاخير فرديت الحين السابع على الاوفر هول اول على الكويتي وقاعد يعني المراحل الثلاثه اللي قدام 2000 انا قاعد اطب وراهم رابع ان شاء الله تشوفون شيء طيب ان شاء الله انا ما عندي شيء خسر. Thank you.
As long as you stay down, yeah. عادي 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 عادي. لا عادي عادي لا بيأثر ما حيعطيك.